ذكرت مصادر إعلامية أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة اليوم يستمع خلالها إلى تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بناء على طلب بريطانيا المختصة بملف اليمن داخل مجلس الأمن. شنت مقاتلات تحالف غارة وصفت بالعنف على العاصمة صنعاء منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن، واستهدفت الغارة عددا من المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية من بينها معسكر الصيانة ومقر الفرقة الأولى مدرع والحفا ونقم ومجمع المرور والمنشآت، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من الأماكن المستهدفة، وتوالت الانفجارات من داخل معسكر الفرقة بعد استهداف الطيران لمخازن أسلحة. قتل 35 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف استهدفت تجمعات لهم في جبهتي الجفينة والبلق بمحافظة مأرب ودمرت معدات وآليات عسكرية مختلفة. هذا وشارك طيران الأباتشي مساء أمس المعارك ضد الحوثيين جنوب غرب محافظة مأرب، وقصفت 3 طائرات أباتشي تجمعات للحوثيين في جبهتي الجفينة والبلق. أكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري أن العمليات العسكرية تتم بشكل مرحلي، موضحا بأنه لا يمكن تجاوز تعز ومأرب في المرحلة الحالية. ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف العربي أحبطت عمليات تهريب أسلحة مضادة للطائرات عبر ميناء الحديدة والذي يسيطر عليه الحوثيون، ودمرت زوارق التهريب مع حمولتها من الأسلحة. نشرت صحيفة محلية بالحديدة عن الشيخ يحيى محمد منصر شيخ مشايخ قبائل الزرانيق تأكيده تجهيز 3000 مقاتل من أبناء القبيلة سيشاركون ضمن 8000 مقاتل من جميع أنحاء تهامة لتحرير الإقليم من الميليشيات الحوثية. حملت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثية المسلحة مسؤولية زرع ميليشياتها ألغاما محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن قبل أن تنسحب منها.